الله يرضي عليكم ما تجيبوش المواد الغذائيه. الناس ما محتاجينش المواد الغذائيه. اللي بغى يدير شي مبادره يجمع الفلوس يجي قد يبني جوج ديور وحده ثلاثه اربعه خمسه، راه هنا يقدر 10 مليون تبني بها دار سفليه، 10 11 9 توقف دار. عوض نجيب الموك 9 مليون السلعه ونخوي 11 شنطه ويديوه الناس، اللهم نجيب ديك 9 ونجيب معايا شي معلم هنا ولا شي تشرون ونعطيه المسائل ويبني لي الدار. الناس دابا محتاجين الى اعاده الايواء. ما قضيه المواد الغذائيه الله يرضي عليكم، راه ربما الى ما خفت كذب راه كاين بلايص قرب من المدينه محتاجين الغذاء اكثر من هنايا. لان هنا علاش؟ الله تبارك وتعالى جعل قلوب العالم تحج الى هذه المنطقه. كاين شي وحدين في الدنيا ما عمرو في بالو غادي يجي لواحد الدوار سميتو اي تحيا، فين عمرو خطر لي على البال وجاي ليه وجاي بالغداء وجاي بالماكله. الله بغى الناس يجيو لهذه المنطقه هذه. ربما عدد الزوار ديال هذه المنطقه اكبر من عدد السكان، اضعاف مضاعفه. كتلقى دوار في 20 26 28 وكتزورهم 1000 2000 3000. وهاد الناس عزيز عليهم العزله، ما تيبغيوش الصداع وفيهم الحياه وتيحشموا وتيصبروا. لذلك اللي بغى يدير الصدقه واللي بغى يتعاون هنا يجي يبني لهاد الناس. عوض نجيب كاميو ب 7 مليون 8، نجيب المعلم ونجيب السلعه ونبني العباد ونبداو بالارامل. اللي بغى يبقى حتى الصدقه فيها الفقه، نبداو بالناس اللي الارامل العيالات اللي ما عندهمش. كانت شي جمعيه بغات تخدم بالمعقول، كاين شي يتيم تكفل به كل شهر تجي واحد القدر معين باش يعيش، ماشي غنعطي لهم الحليب دانون البنان والسيمانه الجايه غيجي البرد غنساوه. بحال اليتامى خصني تكفل بهم، بحال الارامل خصني تكفل بهم، بحال البيوت خصني قادهم. وهذا الشيء حقيقه راه ما بكل صدق بكل امانه، راه الناس هنا عايشين مساكن مكرفسين، ما كاينش الطريق ما كاينش البنيه التحتيه، راه هادشي غير العجاج غيلوحو ماشي الزنزان. عندنا البني مهتلي جدا، ما كاينش امكانيات والطريق ما كايناش. ونطلبوا الله تبارك وتعالى يجازيكم بخير كاع الاخوان الشباب اللي جاوا معنا، راه ثلاث ايام ولا اربع ايام وما خدامين. كاين هنا شباب تبارك الله تيهزوا في الثقل من 9 الصباح حتى الجوج د الليل، وجاوا هنا الحمد لله باش يتعاونوا معكم، وراه الحمد لله الاجر وقع. ان شاء الله دابا غادي نرجعوا سالمين غانمين ناشطين فرحانين. علاش؟ لان درنا داكشي اللي خصو يدار. الاخوان ما تقلقوش، راه داكشي اللي خصو يدار هو اللي درنا. راه كون درنا شي حاجه من غير هادشي غنكونوا كنضحكوا على ريوسنا، غنكونوا كنضحكوا على ريوسنا. غنرجعوا فرحانين ناشطين ان شاء الله في انتظار راه تكون قافله اخرى.